اول شيء خلينا نفصل، انا مش رئيس حكومه، انا فيني اقول بدي اياه. رئيس حكومه لبنان يستمد شرعيه منصبه وسلوكه من وثيقه الوفاق الوطني ومن الدستور اللبناني. هذا لا ينطبق على اي حدا اخر مش في السلطه ومش في هذا المنصب الحساس واللي هو اعلى منصب في الدوله اللبنانيه وفي السلطه اللبنانيه اليوم بشغور موقع رئاسه الجمهوريه. نجيب ميقاتي فات على مجلس الوزراء معه بيان مكتوب، ما كان عم بيقول رأيه السياسي ولا كان عم بيحكي وانزرك بجملة ما عرف يعبر، كان معه نص مكتوب بيقول فيه أمام الوزراء وفي مجلس الوزراء أنه كيف يمكن أن نوقف الحرب على الحرب في الجنوب قبل أن تتوقف الحرب على غزة. هيدا خطاب الأمين العام للحزب وهيدا خطاب الحزب. رئيس الحكومة منصبه بيحتم عليه يعمل تمايز عن فصائل المقاومة أيا كان اسمها، لأنه الدولة يجب أن لا تكون مسؤولة عن الحرب في الجنوب، وإلا بيقدر نتنياهو يقول هيدا رئيس الحكومة عم بيقول هو مع الحرب، أنا بقصف السراي، بقصف مؤسسات الدولة. الهامش بين الدولة والمقاومة أو بين الدولة والدويلة اللي جواتها اللي هي عندها مقومات ميني دولة يجب أن يظل واضحا في الداخل وفي الخارج، لأنه الدولة اللبنانية يجب أن لا تتحمل عواقب ما تفعله الفصائل المسلحة في الجنوب، كانت حزب أو حماس أو غيرها. ما فعله نجيب ميقاتي هو خطأ تاريخي، رح أقول لك قديش خطورته التاريخية بعد شوي. خطأ تاريخي لأنه لأول مرة في تاريخ لبنان رئيس حكومة إيميل لحود ما عملها، إيميل لحود ما عملها إنه بينطق باسم سياسة الحزب. الرئيس إيميل لحود كان عنده مواقف أكثر دعماً، ولكن في لحظة الحرب لم يتبنى ولا مرة إنه نحن كدولة نقف على الجبهة. الدولة لا يمكن أن تغطي أو أن تتحمل مسؤولية، وهذا هو يعني أصل فكرة المقاومة ونشوءها، إنه الدولة مقصرة بالمعنى العسكري على الحدود، نطلع نحن من قاتل لنحمي قرانا وضيعنا. هيك بلشت المقاومة من الأربعينات. بس هو أنت برأيك أنه هو يعني الإسرائيلي واقف على تعبير كلامي أو مصطلح يصبر؟ هذا ليس تعبير، هذه وثيقة. وثيقة أي هو بس هو واقف على تصريح ولو كان بمجلس وزراء وهو كلام رسمي. الإسرائيليين واقفين على تعبير يقول ولو بشكل رسمي رئيس الحكومة لكي يفصل بين الاثنين. ما الإسرائيلي قبل هذه المعركة وقبل هذه الحرب الإسرائيلي ضرب كان الجيش، كان يهدد قبل اندلاع أي معركة أو أي حرب بأن سأعيد لبنان إلى العصر الحجري. لما يقول لبنان يا ما عم بيحكي على منطقة مطرح ما بيشتغل فيها حزب الله. بالتنفيذ وبالسلوك، الجيش الإسرائيلي المحتل قصف الجيش اللبناني عن طريق الخطأ، ووضح أنه عن طريق الخطأ، وما عدا ما قصف بعد الجيش الإسرائيلي أي مرفق من مرافق الدولة على الأقل خلال هاي الحرب، يعني من 8 أكتوبر لهلأ. وبالتالي لا، الجيش الإسرائيلي يحيد الدولة اللبنانية ويحيد مؤسسات الدولة اللبنانية حتى الآن. في خطورتين للي عملوا نجيب ميقاتي. أول خطورة تتمثل في أنه انقلاب على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني اللي بتقول أنه بيحرروا اللبنانيين أرضهم المحتلة بكل الوسائل الممكنة، وثيقة الطائف، اتفاق وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف. اللي قاله نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة وكأعلى منصب في سلطة لبنان حاليا هو انه نحن من قاتل دفاعا عن دولة اخرى. ما قال هاي ايميل لحود، لا، ولا كان عنده مواقف اعلى منا. لم يسبق لاي حدا موالي لايران او لحزب الله او لسوريا في لبنان ان خرج بهذا الموقف المعيب، انه ربط من داخل مجلس الوزراء ومن طاولة مجلس الوزراء ربط حرب ومصير لبنان واللبنانيين بالدفاع عن غزة. هيدي في اولى مستشار عند ميقاتي، في اولى محلل سياسي، في أولى حدا بالحزب، في أولى أمين عام الحزب.
ما في أولى رئيس حكومة لبنان. مش دفاعا عن الموقف بس بنفس الوقت يعني أنت عم تفسر الكلام الذي صدر عنه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو وكأنه دعم للعمليات التي يقوم بها حزب الله، بينما يرى في بينما يرى البعض بالموقف نفسه قراءة واقعية بأنه يستحيل أن يعني يستحيل أن تتوقف الحرب أو يستحيل أن تتوقف المعركة إلا بالوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة. يعني هذه قراءة واقعية أكثر ما هي موقف رح سياسي يتماهى مع الموقف أو مع القرار الذي اتخذه حزب الله. رح أرجع عدلك، هذا رئيس حكومة ريتو للتقرير مش في يعني مجلس الوزراء عم يحكي واضح واضح بنص مكتوب. بقرأ لك شو قال: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط دون وقف سريع لإطلاق النار في غزة هو أمر غير منطقي بالحرف. ما عم بيحلل، عم يعطي موقف لبنان الرسمي. هاي واحد. اثنان، نجيب ميقاتي إجا بال2005 رئيسا للحظة الاغتيالات، كانوا قادة المعارضة في لبنان يقتلون في الشوارع، إجا هو كرئيس ترضى به سوريا. بال2011 إجا كرئيس للحظة اغتيال الديمقراطية بالقمصان السود، كان سعد الحريري ربحان الانتخابات سقطوه، نزلوا القمصان السود جابوا نجيب ميقاتي، والبيان الوزاري الوحيد إذا ماني غلطان اللي كتب فيه جيش وشعب ومقاومة هيدا نجيب ميقاتي. وهلأ نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة هذه الحرب بعد هذا التصريح، حكومة التي تنساق بمنطقة بالكامل لتهدم هذا الخيط الرفيع بين الدولة والمقاومة واللي هو ضروري لحماية الدولة ولحماية المقاومة، زائد هو يقدم أوراق اعتماده لرئاسة الحكومة بعد رئاسة الجمهورية. هو واهم بالطبع، أنا بضمن لك. يعني أنت بتعتبر هذا الموقف اللي أطلقه هو لضمان استمرارية هذا المنصب بعد أي تسوية سياسية قد تطرأ بعد انتهاء هذه المعركة وهو أرضاء لحزب الله؟ تقديم أوراق اعتماد لحكومة ما بعد العهد الجديد. طب هون يعني أي السؤال المنطقي اللي بيتبع، يعني إذا كان نجيب ميقاتي يقدم أوراق اعتماده لحزب الله بهذا الموقف، كلنا منعرف بأنه ليس حزب الله فقط هو من يقرر، ولو له يعني وزن كبير في تقرير من يعني من يصل إلى المناصب العليا في هذا البلد سواء رئاسة الحكومة أو رئيس الجمهورية. قبل ما نوصل لمين جابه، بهذه اللحظة المصيرية اللي كل دول العالم والدول العظمى اللي إلى قول، من يعني أمريكا إلى الدول العربية والدول الخليجية اللي ممكن يكون في إلى رأي بتسلم أي منصب، بالمنطق نجيب ميقاتي بده يرضي حزب الله ويزعل المملكة العربية السعودية ويعمل مشكل مع الأمريكان ويعمل مشكل مع الفرنساوية اللي هني كمان لهم رأي كبير في من يتولى هذا المنصب؟ أخطأ بالحسابات، لأنه طلع بعد يومين على العربية الحدث وقال كلام يجرب يكحل أو أنه يوضح، ولكن ما قيل قد قيل، وما قاله على طاولة مجلس الوزراء ليس كما يقوله على شاشة تلفزيونية، ولم يكن نصا مكتوبا على شاشة تلفزيونية. بيعرف ميقاتي وبيعرفوا كل اللي بيطمحوا لرئاسة الحكومة في لبنان أن حزب الله له حق الفيتو حين لا يستعمل حق الفرض، هو أما يفرض مثل حسان الدياب مثل نجيب ميقاتي، وأما يستعمل حق الفيتو. يعني لا يمكن أنه يجي رئيس حكومة معادي لحزب الله في هاي المرحلة ولا بالمراحل الآتية. أخطأ في الحسابات برأيي، لأنه ظن مثل كتار أنه نهاية هذه الحرب سيكون أنه الحزب بياخد جوائز بالسياسي بالداخل. أنا رأيي وتقديري ومعلوماتي أنه ما في جوائز طردية لحدا، كتبت هيدي الجملة كتير بالأسابيع الماضية، أنه لا جوائز طردية لأحد بالانتخابات الرئاسي وتكوين السلطة بالمرحلة المقبلة، ما في جوائز طردية، ما حدا لا رح يربح ولا رح يخسر بهذه الحرب بجنوب، ونتائج هذه الحرب لن تزيد ولن تنقص من قدرة أي طرف على فرض من تراه مناسبا لرئاسة الجمهورية. طب شو كان الموقف اللي لازم ياخده؟ هل كان يجب أن يكون موقف شبيه لموقف رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في حرب 2006، انتقاد لهذا العمل وصفه بعمل متهور؟ لا، الظروف مختلفة. ما بعتقد السنيورة قال متهور.
نفس التعبير بالضبط، مش لا عم تحامل عليه او عم لا لا ما لا انا مش عم دافع عنه، بس عم اقول ما بعتقد على المتهور، ولكن كان على رئيس الحكومه ان يبقي على الهامش بين الدوله وبين الفصائل المقاومه والمقاتله في الجنوب، فصل الدوله عن هذا المسار. وكان هذا الموقف هو اللي اخترع كلمه النائب النفس، لم يكن على رئيس الحكومة، يعني لا بيزيد ولا بينقص بقوة المعركة وبالحشد بالجنوب إذا مئاتي قال هالكلام أو لا. كل ما فعله أنه على المستوى الشخصي قدم أوراق اعتماد أنه أنا بظهركم، وأخطأ في الحسابات ظنا منه أنه الغرب يعني يشرف على إدارة هذه التوازنات المعركة، ولا مانع لديه ربما من أنه رئيس الحكومة يقول هالكلام، ربما كان مطلوب منه لأنه كان نص مكتوب، برجع بقلك كان نص مكتوب، كان قرار سياسي يقول هذا الكلام بمجلس الوزراء، وهذه سابقة يمكن أن يستعملها رؤساء حكومات لاحقا، أنه نجيب مئاتي قال هيك وما حدا اعترض، في حدا اعترض بالبلد. طيب بتقول أنه هذا الموقف هو عمليا انقلاب على الطائف، لأن الطائف لا يتحدث الوطن. خليني بس بس هذا ليس بي يعني ليس بي غير متناقض مع البيان الوزاري أو بشكل يتناقض أو مع وثيقة الوفاق الوطني، يتحدث الدستور اللبناني عن تحرير الأراضي المحتلة بكل الوسائل الممكنة، لا يتحدث الدستور اللبناني عن تحرير غزة ولا عن تحرير فلسطين. هذا خطاب ولد في حارة حراك من رحم الثورة الفلسطينية اللي اجت على البلد وبدها تحرر فلسطين من لبنان، من رحم فتح لاند خرج خطاب تحرير فلسطين. الدولة اللبنانية ليس من مهماتها تحرير فلسطين، رئيس الحكومة ليس من مهماته ربط نزاع عسكري حدودي بين لبنان وإسرائيل بحرب في بلد آخر. شو بيفرق ساعتها عن أي محلل سياسي من محللين الممانعة اللي بيطلعوا بيقولوا بدنا نحرر فلسطين وبدنا نحرر اليمن وبدنا ناخد باب المندب والبحر الأحمر؟ شو بيختلف؟ هذه هي الدولة اللبنانية اللي بدها تتصالح مع العالم اللي معاديته، هاي الدولة اللبنانية اللي بدها تجيب مصاري واستثمارات من العرب